السلام عليكم، جيتكم اليوم مع فيديو جديده. فيديو نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ونقولكم ما تنساوش تضغط على زر الاشتراك، الزر الاحمر موجود تحت الفيديو باش تشتركوا في القناه، وكذلك الضغط على الجرس باش توقعوا توصلوا بكل ما هو جديد تحت على القناه، وكذلك زر لايك اللي عجبكم الفيديو، ومشاركه اكيد مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. كنرحب بجميع الناس اللي انضموا للقناه مجددا، شكرا بزاف، شكرا لكم، شكرا على المتابعه. بالنسبه اليوم البنات، لا فيديو ديالي ما هو تاكوس. نحضر معكم خبز ديال تاكوس وكذلك الحشو ديالها. ندوز على بركه الله طريقه التحضير مع المقادير. بالنسبه للبنات، انا عندي هنا عندي روميكس، خديت صدر الدجاج والكفته ديال البكري. ممكن ديروا يعني الدجاج بوحدو او ديروا كفته بوحدها، كيبقى اختياري. بالنسبه للتوابل، فضفت القليل من الابزار، القليل من البابريكا او الفلفل الاحمر، القليل من السكينجبير، والقليل من الكركم او الخرقوم، الخرقوم والابزار والفلفل الحمراء والسكينجبير. كذلك البنات نضيف هنا ملعقه صغيره ديال القزبر يابس. هاد القزبر يابس البنات كيعطي واحد النكهه زوينه للكفته والعدان. كذلك نضيف هنا تقريبا جوج ملاعق مملوءه ديال الموطخ، حتى هي كتعطي واحد النكهه اللي زوينه. الموطخ كيتواتى بزاف مع القزبر اليابس. صافي البنات، وغنضيف كذلك القزبر والمعدنوس، وعادي نخلط هاد التوابل ديالي مع العدان والكفته. صافي، غادي نخليهم جانبا البنات يتقلاو ليا ويطيبوا ليا داك الكفته واللذان ديالي. وهنا ندوزو نحضروا العجين منين يكون كيطيب لينا. هنا البنات عندي اربع كؤوس ديال الفرص او الدقيق الابيض، ربع ديال الكؤوس ديال العنبه. غنحتاج قليل من الملح، كيبقى على حسب الذوق. غنحتاج هنا ملعقه صغيره ديال السكر سنيده فقط باش تعطينا داك اللون الذهبي، وما يجبدناش الخبز باسل هكا، تكاسي داك الملحه. ملعقة صغيرة ديال سكر سنيدة، ملعقة صغيرة ديال الملح، أربع كؤوس ديال الدقيق أو الفرص الأبيض، الدقيق الأبيض عفوا أو الفرص. عندي هنا جوج ملاعق ديال زيت الزيتون وملعقة ديال زيت النبات، يعني ثلاثة ديال المعالق. ممكن ديروهم ثلاثة معالق زيت الزيتون أو ثلاثة معالق زيت، أنا هنا زيت نباتية. أنا هنا درت جوج معالق زيت الزيتون وكسرتهم بجوج عفوا بملعقة ديال زيت النباتية. بالنسبه للبنات هنايا تشوفني كنخلط بالملعقه، لحقاش ما عاديش تقدروا اكيد تخلطوا بيديكم. نحتاجوا هنا الماء يكون مغلي. سر نجاح البنات هذا الخبز هذا اللي كيخليه يجي يرطب ويدوز معكم شحال ما دوز في الثلاجه، ما كيقصحش نهائيا. وكذلك حتى ملي كتقرملوا هكا في تاكوس بانيني او سواء تدخلوا فران او في الاله الخاصه بتاكوس، ما كيتقرملش. هنا البنات كنحتاج هذاك الكاس. بالنسبه لذاك الكاس عندي فيه 200 مليلتر ديال يعني العبار ديالو 200 مليلتر. انا غندخل فيه جوج ديال الكؤوس، اي 400 مليلتر ديال الماء الغلي، يعني يكون مغلي. صافي البنات، كنبقى هكا كنستمر حتى كنجمع بداك الاله الخشبيه، يعني عفوا المغرفه الخشبيه. ومن بعد كنحط هكا على سطح العمل، كتكون شي شويه بردات ليا. كنحاول انني نجمع هكا بلا فريك بلا والو، غير كنجمع هكا في يدي. ونحاول دابا انني ندهنها بشويه ديال الزيت من التحت ومن الفوق، لحقاش العجين كتكون شويه كتلتصق. صافي، وكنقطعها بهذا الشكل هذا، ويدي مدهونه بالزيت حتى كنقسمها على الكويرات. بالنسبه لهاد العجينه البنات، انا عطاتني هنا 11 كره، كيف ممكن انكم ديروهم صغير من هذا الحجم، كيبقى اختياري. صافي، غادي نستمر هكا حتى يعني نقاد داك الكويرات ديالي كلهم. من بعد غنوضعهم في واحد البلاطو ونحتفظ بهم جانبا البنات. كيف ما كتشوفوا انا هنا غطيتهم بالفيلم اليمونتير ونخليهم جانبا على ما نصوب لاصوص والحشو ديالي. هنا البنات ننتقلوا للطريقه ديال لاصوص اللي نحضرها في البيت. انا هنا ممكن اذا كانت عندكم صوص جزائري او اي صوص خاصه بلاكو بتاكوس عفوا تاكوس تستعملوها. انا هنا غندير هكا في البيت. عندي هنايا 3 ملاعق كبار من نوعين ديال المايونيز، درت هكا فص من الثوم اللي بشرته. كذلك عندي هنا البازيليك او ريحان اللي درتو، اي منسم كان متوفر عندكم ديروه، سواء الزعتر او الجوزه، اي منسم نتوما متوفر عندكم ديروه. عندي كذلك هنايا نصف ملعقه صغيره ديال الهريسه او الحار اللي كيعطي هاد يعني كيعطي اللذه. صافي البنات، كنخلط داك المكونات مع بعضها، ومن بعد كنبدا نضيف الماء القليل بالقليل حتى نحصل على الصلصه، يعني هكا شي شويه تكون جاريه، ما تكونش عقده بزاف، يعني بالشكل اللي بغيتو نتوما. كنبقى نضيف هكا الماء. تقريبا ضفت واحد ربع كاس ديال العنبه ديال الماء، وكنستمر في التخليط هكا حتى انا كنحصل على الصلصه اللي بغيتها بالشكل اللي بغيت انا. وصافي البنات، هنايا من بعد ما ساليت الصوص ديالي كنطات لي الحشو ديالي، هنا خديت داك الكويرات. ممكن ما تخليهمش يرتاحوا تصوبوهم، يعني انا هكا غير باش نصوب لاصوص. صافي، كناخد على سطح المدلك
عفوا على سطح العمل، اسمحوا لي بزاف، على سطح العمل هكا دقيق، وكنبدا ندلك بالمدلك هكا الخبز ديالي حتى كنحصل عليه رقيق. بالنسبه لهاد الخبز البنات، بما انه ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه، واخا هكا كتنتفخ، بغيتو تجيكم هكا منتفخه في المقلاه، فقط ما عليكم الا تخليوها غليظه شي شويه. انا هنا كتعجبني انني نرققها بزاف، لذلك فانا غادي نرققها نخليها رقيقه، وغادي نبقى ندلك ونحط على المقلاه كيف ما تشوفوا معايا دابا، وغادي نطيب الخبز ديالي. المهم خليكم معايا. هنا البنات كندير هكا مقلاه ديال الحرشه اللي كنكون درتها تسخن من قبل، صافي، وكنحط فيها هذيك العجين الخبز ديال التورتيلا. بالمناسبه البنات، هذه خبز ديال التورتيلا ماشي خبز ديال الشاورما، بالنسبه للناس اللي يقولوا ما انتفخاتش او شي حاجه، ما حتى هي كتنتفخ يعني. صافي، غادي نستمر البنات بنفس الطريقه، ما نخليكم على فيديو هكا بمساعده الدقيق اكيد، لحقاش العجين كيف ما قلت لكم في الاول كتكون كتلتصق شي شويه هكا بالدقيق، وكنبدا نصاوب، يعني كتحضر بسرعه، ما كتحتاج لا ختيمه لانها ترتاح لا حتى شي حاجه. صافي، وكنبدا نصوب فيها في هذا الشكل هذا، وكنطيب في نفس الوقت. غادي تشوفوا، نوريكم دابا الطياب ديالها كدير، كتشوفوا السمك ديالها حتى هو. هنا البنات غادي نحطها، وغادي تشوفوا معايا في الفيديو هنا باش كنعرف انا طابت. كتبدا دير واحد الفقاعات صغارين، جو بونس انا ما بانوش في الكاميرا، مي كيكون واحد الفقاعات غير صغيورين، وكتبدا كتنشف كيف ما كتشوفوا العجين، كتبدا كتنشف حتى كتولي بهذا الشكل هذا. وهنايا غادي ناخذوها ونقلبوها، كيما كتلاحظوا هنايا كيتحمروا لنا هكا، كتبدا كتنتفخ. هنايا انا كنضغط عليها بواسطه هذيك يعني باش كنقلب، باش كنخلي العجين ديالي هكا تجي طايبه كيف ما كتشوفوا البنات، ما فيها لا خميره لا والو، مرتاحت ما حتى شي حاجه وكتنتفخ. صافي، غادي نستمر، كنستمر في التقليب ديالها هكا، التحريك ديالها حتى كنحصلوا على الطياب اللي بغيت. فقط كتعطيني هكا واحد النقط فيها ذهبيه، راه طايبه عندي الخبز بحال هكا كيف ما كتلاحظوا. صافي البنات، غادي نستمر هكا حتى نكمل داك ال 11 ديال الخبزات اللي عندي كاملين بنفس الطريقه هكا. هو اهم حاجه في هاد الخبز البنات، وانكم ملي تحيدوه المقله تكونوا دايرين واحد المنديل من التحت، وتوضعوها في الوسط ديالو، وتغطاو عليها من الفوق، باش كتبقى لكم العجين ديالكم رطبه كيف ما كتشوفوا هنايا. هنا من بعد ما وجدتهم كاملين طابوا ليا كيف ما كتلاحظوا، ضروري كيف ما قلت لكم هكا انا وضع على واحد الطبسيل، عاد نوري لكم دابا كيف ما كتشوفوا. بعد الخبز ديالي ما كتقطع ما حتى شي حاجه، ممكن طويوها بالشكل اللي نتوما ترتاحوا فيه، اللي نتوما تبغيو او تحتاجوا في هاد سواء تاكوس ولا من غير تاكوس. كيف ما كتشوفوا هنايا درت على الطبسيل، درت منديل وكنغطيها بهاد الشكل هذا، كل ما كنصوب شي وحده كنديرها لداخل ونغطي عليها، باش كتبقى لي الخبز ديالي رطبه كيف ما كتلاحظوا. صافي البنات، دابا ندوزو للتعميره ديال الطاكوس ديالنا. فاول شيء البنات انا ندير، كيبقى اختياري، ممكن ديروا الطريقه اللي بغيتوا. انا هنا اول حاجه غادي ندير لاصوص، كيف ما ممكن انكم دهنوا حتى الفرماج، غير ولا كان لاصوص احسن، يعني هذه مصوبه في البيت انا ما كانتش يعني متوفره عندكم جاهزه. صافي، من بعد البنات ما درت هذيك لاصوص، كنوضع الحشو ديالي ديال الكفته وال وستيك، ومن بعد كنوضع فرماج، عفوا الفرماج ساندويتش، الا ما كانش متوفر عندكم ديروا فرماج روش او ديال الشيدار. وهنا البنات عندي الفريت اللي قليتها من قبل، وضعتها على هكا فوق، ممكن ديفو ممكن اختياري، كنضيف هكا الصوص من الفوق، وكنجمع العجين ديالي كيف ما كتشوفوا كتجمع بكل سهوله. بالنسبه للبنات الشتان ديالو اللي كيتحل معاه، فانا كناخذ داك شويه ديال لاصوص وكنديرها هكاك، يعني كنديرها باش كنلصق داك الجوانب. صافي، كنحصل على الساندويتش ديالي بهذا الشكل هذا. كاين اشكال بزاف ديال الطاكوس البنات، انا درتو على شكل مربع، نعاود معكم واحد اخرى تشوفوا. كناخذ الخبز، من بعد كندهنها بلاصوص، ومن بعد كنوضع الحشو من الفوق، وكذلك كنوضع هكا فرماج ساندويتش فوق الحشوه كيف ما قلت لكم، ما كانش متوفر ديروا فرماج روج او اي فرماج متوفر عندكم. وكذلك كنوضع هكا الفريت، ومن بعد نوضع الصلصه فوق الفريت، ونجمع الساندويتش ديالي بالشكل اللي بغيتو نفس الطريقه كنسو ديال البنات. كيف ما ممكن بغيتوش تسوديو بصوص، هي هكا الصوص يعني كتكون حداكم، ديروا القليل من الفرص والماء. صافي، كنحصل عليهم بهذا الشكل هذا، نكملهم كاملين، من بعد نوضعهم في الاله، سواء توضعهم في الاله ديال تاكوس او الاله ديال البانيني. انا هنا وضعتهم في الاله ديال البانيني كيف ما كتشوفوا،
كيجوني بهذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم 100% البنات، كيجي في حتى كوس ديال الزنقه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا وترجعوا لي في التعليق كيفاش جاكم. ما بقي الا نقول لكم مع السلامه، تسناوني غدا ان شاء الله فيديو جديده، ونتمنى لي فيديو ديال القناه يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وكذلك القناه. ولا كانت كتعجبكم البنات ما تنساوش تضغط على زر الاحمر الاشتراك موجود تحت القناه وزر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد، وكذلك مشاركه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم ولايك لهذا الفيديو الى عجبكم. ما بقي الا نقول لكم مع السلامه، باي باي.